لقاء على حكم اللقاء، هل ترى ان البحرين اليوم مظلوم من الجميع؟ اول شيء بدايه لازم نقول قلت لك فريق كامل وهاردك فريق فاحل. ما انا ما كنت معصب، انا كنت اتكلم ويا الحكم عبد الله الجمالي على انه ليش ما نحسب ضربه الجزاء، شنو الحاله. فقال لي لان الحكم الفار يقول انه ايده كانت طالعه، هي تسديده مباشره. انا اقول لك لو طق جسمه طق ايده انا اقول لك مو بلنتي، لكن ما دام تسديده او مراوغه او طحاشه ايده اقول لك مو بلنتي، لكن تسديده مباشره يمنعها بايده مهما كان وضع ايده مو طبيعي بلنتي. خلي يروحون يراجعوا القانون ويشوفون، لكن بالنهايه انا اقول لفريقي يعطيكم العافيه ما قصرتوا، الاخطاء تحدث في كره القدم، اقول لهم هارد لك ان شاء الله اللعبه الجايه ان شاء الله نعوض. لكن اعتقد لا يمكن لا يمكن لا يمكن مهما كانت خبره اي شخص يقبل انه يكون الخساره بالطريقه هذه. يعني نقول القرارات التحكيميه اثرت على النتيجه ابو محمد؟ اكيد ما في شك، يعني احنا ما نبي نقول ان شماعه التحكيم حق الخساره، لكن اهم ما يصير بعد انه يصير اخطاء بالطريقه هذه، اخطاء واضحه يعني انا اقول لك لو فيها شك ما يعني ما يخالف، لكن بعد هذا مجهود لاعبين مجهود فريق من شهر 7 الى الان ما يصير يروح في شغله معينه على حسب تفسير حكم مزاجيه حكم يعني. يلا الحمد لله على كل حال ان شاء الله.